نهني قناة الرافدين بالذكرى 13 لتأسيسها. هذه القناة هي صوت العراق الحر، صوت الحق العراقي، دافعت وساندت ووقفت مع أبناء الشعب العراقي في جميع محنه، وكانت الصوت الذي دافع عن مكابدته وظلمه، ساعدت وأشرفت على جميع الحملات التي كانت تسعى إليها القوى المناهضة للعدوان. أيضا كانت لها المساهمة الكبيرة في فضع الأدوات الاحتلال الأمريكي والأدوات التي تقوم بها وكلاء وإيران في العراق. كذلك لا ننسى الموقف الكبير الذي وقفته مع العديد من المعتقلين والدفاع عن السجناء المظلومين في سجون الاحتلال وسجون الحكومة القائمة في بغداد. قناة الرافدين كما نقول وقلت هي صوت العراقيين الشرفاء. هذه القناة التي أبت إلى نفسي إلا أن تكون حقيقة الأمر مشروعا وطنيا ومشروعا جهاديا، عمقت أصول المقاومة الجهادية والمقاومة الوطنية في أعنف وفي أحلى مواقفها.